أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بتدشين الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، مؤكدا على ما تمثله هذه الخطة من انعكاس لرؤية ملكية سامية تجاه تحقيق الاستقرار المجتمعي وتعزيز الولاء والانتماء وترسيخ قيم المواطنة ونشر روح التسامح والاعتدال والالتزام بالوحدة الوطنية، والتي هي مبادئ أساسية ارتكز عليها المشروع الحضاري الكبير لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه منذ انطلاقته. ونوه معالي رئيس مجلس الشورى بجهود الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة، وبهذه المبادرة الرائدة التي ستسهم في بناء جيل يدرك قيم المواطنة الصالحة وتعزيز الانتماء الوطني بين مختلف فئات المجتمع خاصة فئة الشباب باعتبارها الفئة الأكثر استهدافا من أصحاب الأفكار الهدامة. وأضاف تميزت هذه الخطة بشموليتها من خلال تنفيذ مبادرات عديدة تستهدف كافة فئات المجتمع التي من شأنها خلق جبهة داخلية قوية في مواجهة الفكر المتطرف وحفظ الأمن والاستقرار، والتي هي دعامات أساسية لنهضة أي مجتمع مع الاهتمام بالوسطية والاعتدال لتكون منهجا في التعامل بين الجميع. وأكد معالي رئيس مجلس الشورى على كامل الدعم لهذه الخطة وتعزيز الجهود نحو تطوير وتحديث التشريعات الوطنية التي تحفظ المجتمع البحريني وتعزز ما يتمتع به من وحدة وتآلف وتعايش وتسامح، وتجرم كل ما يهدد المصالح والمكتسبات الوطنية.